ما يسمى بالجيش السوري الحر. نعم. وهذا معروف وواضح. نعم. ايش رايك فيه؟ ايش رايك في فيما يقدمه من تضحيات ومقاومته لحزب البعث من خلال الثوره اللي قايمه؟ ايش رايك فيه؟ طبعا معلوماتي عن الجيش السوري الحر ليست وافيه، ولا ارى الثوره ما دام ان هناك يعني اصلاحات. انا يعني فيه تقدم ما، يعني الجيش السوري الحر ما ادري ينسب اليه طبعا اعمال، بس انا لا ارى شرعيه الجيش السوري الحر، وارى انه وبال ونبت على اطرافه يعني جماعات ربما تقوم بعمليات، بل بالتاكيد بعض عمل. نرجع التاريخ شوي، نرجع التاريخ شوي شوي، هذا يختلف. بعدين لحظه، بعدين يختلف. السيد لا تشبه لي، السيد حسن وحزب الله في مقاومه اسرائيل لا تشبههم بحركة مسلحة نشأت وسط بلد يزعم خلي اختبره، يزعم أنه نحو الإصلاح وأنه نحو، والآن سفكت ولن تحسم، هي سيبقى الحرب الأهلية ربما تفتح. ليش؟ هذا شاد من عنده وهذا شاد من عنده. في اليمن لو بقيت، بس اليمن لأنهم أكثر حكمة قليلا، لو بقي علي عبد الصالح متمسكا تحسب أنه يستطيع الآن وصلت التحسن الموجود، فنرجو تطبيق يعني شيء من العقلانية، خاصة وأني أعرف أن الشعب السوري بشكل عام يعني أنت أنا يعني قو يعني فيه متشبع بالقومية زيادة. أنا ودي أقول أنت كأنك ما تبي تتهم يعني بشار، خلينا السيد رئيس سوري بشار الأسد، ما تتهمه أنه قاعد يرتكب مجازر، لأن علاقتك طيبة مع السيد حسن نصر الله من حزب الله. فأنا الناس الآن، أنا يمكن مع أشخاص، واحد يقول إيه ما يبي دين حسن نصر الله، عفوا ما يبي دين بشار الأسد، أن تربط علاقات حزب الله وسوريا علاقات متميزة، فعشان لا يزعل حسن نصر الله ما يبي ينتقد. لأني أثق في لا أثق في تقييم السيد حسن أكثر مما أثق في القنوات التي نراها ما شاء الله، وأثق في أن شهادته أقرب ما تكون لله بأن الإصلاح قادم، وأنه وهو هذا الواقع الذي رأيناه. رأينا انتخابات، رأينا تحديد مدة الرئيس. طيب عطني نحن في بلدان أخرى، يعني عطني مدة الرئيس وين؟ بس في سوريا في بعض البلدان حتى مدة رئيس الوزراء غير موجودة. أنا أتمنى لو الضغط السياسي دون العسكري والمظاهرات السلمية كنت معه على طول، مثل ما أنا مع الثورة المصرية والتونسية، ما فيها ولا قطرة دم. يعني من لأن الجيش ما تدخل. ممتاز. لا بس جماعتنا في على طول من الأيام الأولى أنشأوا السيد حسن، رفعوا أنه يبغون حرب للمقاومة، يعني في أهداف سياسية مبيتة ليست بريئة، ليست كلها بريئة، هناك أطراف طبيعي السياسة ما فيها براءة.